Cameroon!
رياضة سيد معالي وزير الثقافة السادة الحضور إنه لمن دواعي الفرج والسرور أن تتشرف الجزائر باستضافة هذه البطولة الإفريقية للأمم للبادمينتون في طبعتها السابعة عشر لكأس إفريقيا رجال وسيدات في طبعتها السابعة. We welcome you here for this 17th Championship African and we would like to welcome you again in your country, please. تكليف الجزائر بتنظيم هذه البطولة ما هو إلا إقرار بقدرة هذا البلد المضياف على احتضان هذه التظاهرات من جهة وتحدي جديد لاتحاديتنا للتأكيد عن مدى جاهزيتها التنظيمية للاستحقاقات الرياضية المقبلة من جهة أخرى وكل هذا في ظل الثقة والدعم المتواصلين لنا من طرف وزارتنا الوصية. Thanks to the Ministry of Sports and Youth, and thanks to the Minister Mr. Ali, we are taking this challenge to organize this international event in Algeria and to prove that Algeria can face all kinds of organization of big events. So once again, thanks to the Minister of Sports and to the future of the sport in Algeria. وكلنا ثقة وأمل في نجاح هذه البطولة والتي من خلالها تؤكد الريشة الطائرة الإفريقية على المراحل المتقدمة التي وصلت إليها هذه الاحتضان مع السعي الدائم لاتحاد الإفريقي للبادمينتون للعمل أكثر من أجل رفع المستوى الفني والممارسات لهذه الرياضة الذي يسمح لرياضينا التألق أكثر في محافل الدولية. أجدد لكم أسمى عبارات الترحاب مع تمنياتنا واعتقادنا الجازم لنجاح هذه البطولة إن شاء الله المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معالي وزير الثقافة السيد عز اليهودي زميل من الأنف الصديق وأشكره لوجوده معنا في هذا الحفل الإفريقي في رياضة البادمنتون أصحابي السعادة والسفراء وممثلين السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر كما أحيي أيضا وأشكر رئيس الاتحاد الجزائرية لرياضة البادمنتون السيد جبيري كل الطاقم الفدرالي والطاقم التقني لهذه الاتحادية المحترمة وأجدد أيضا التهاني الخالصة للسيد جبيري بعد انتخابه على رأس الاتحاد الفدرالية الإفريقية لرياضة البادمنتون وهذا فخر واعتزاز للجزائر وأحيي كل الحركة الرياضية الإفريقية وكل الحركة الرياضية الجزائرية وأحيي رؤساء الوفود المشاركة في هذه البطولة الإفريقية لرياضة البادمنتون وأحيي كل الرياضيين الناثم والبطولي وأحيي أيضا الأسرة
أسرة الإعلام. أولاً أنا سعيد بوجودي في فعاليات افتتاح البطولة الإفريقية لرياضة البادمنتون، وأيضاً سعيد باحترام وتنظيم الجزائر لهذه البطولة، وهذا دليل على ثقة الهيئات الإفريقية للجزائر في التنظيم الجيد والتحكم أيضاً في تسيير هذه البطولة. وهذا دليل ايضا على اهتمام الدوله الجزائريه تحت القياده الرشيده لفخامه رئيس الجمهوريه السيد عبد العزيز بوتفليقه لترقيه وتطوير الرياضه على المستوى الافريقي، وتمكين ايضا الرياضيين الجزائريين بالاحتكاك ايضا بالمستوى العالي. واشكر جزيل الشكر الكونفدرالية الافريقيه لرياضه البادمنتون لاختيارها الجزائر، والتمنيات للنجاح والتوفيق لهذه البطوله باسم فرنسا، وباسم ايضا السيد وزير الثقافه، وباسم السيد رئيس الكونفدراليه الافريقيه لرياضه البادمنتون، أعلن بصفة رسمية انطلاق بطولة الإفريقية للبادمنتون في الجزائر، ومرحبا للجميع وحظا موفقا للجميع. كل التمنيات أن تكون هذه البطولة فضاء تقاسم الخبرة وتقاسم التجربة، وأيضا فضاء الأخوة وتوطيد علاقات بين كل شباب إفريقيا. شكرا للجميع. All the African Badminton Federation. Mr. Udali, he is thanking Mr. Zuburi and all the badminton family for putting all their efforts to organize this big event. This is a challenge not only for badminton but for all the sports of Algeria. He is taking this opportunity to also express his full gratitude of the President Abdelaziz Bouteflika and all his direction and challenges to make the sports progress in Algeria. And now he's just declaring the championship, the African Championship 2018 Open. Thank you very much.